أقل المرشح الوحيد الذي أعلن عن رغبته الحاسمة في خوض انتخابات الرئاسة في هذه اللحظة كان هو حمدين الصباحي. حمدين الصباحي بعد فترة من التصريحات المتناقضة والتي بدأ فيها نوع من التردد، لن أرشح نفسي إذا ترشح السيسي، سأرشح نفسي في كل الأحوال، لن أرشح نفسي إذا ترشح السيسي على أجندة ثورية وعلى برنامج ثوري. بالطبع حتى هذه اللحظة المشير السيسي لم يرشح نفسه، وبالتالي لم يوجد أي برنامج حتى يمكن الحكم عليه إن كان ثوري أو لا، لكن المؤكد أن حمدين صباحي أكد أنه سيخوض هذا السباق بالأمس. دعونا نشاهد. وأنا مرشحكم عاوز أنا وأنتوا نكون على خط واحد ولغة واحدة. أنا بقول لكم أنا المواطن حمدين صباحي أؤمن بهذا الشعب العظيم وبقياداته الثورية وشهداءه ومشاويه، وأؤمن بجيش مصر الوطني الذي كان جيشا وطنيا. وأكد أن بداية السباق تعلن عن أن ربما تكون في معارك وأنه لن يكون سباق سهل زي ما تصور البعض. إذا كان بعض المرشحين البعض قرأ في ترددهم في إعلان ترشحهم هو مخاوفهم من الشعبية الطاغية للمشير عبد الفتاح السيسي، فكيف تغلب حمدين على هذا التردد اللي هو شخصيا أشار إليه في كلمته بالأمس أن كان في قوة تجذبه للترشح وقوة أخرى تدفعه لعدم الترشح. معي عبر الهاتف الأستاذ حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبي. أستاذ حسام أهلا بحضرتك. مساء الخير يا أستاذ منى. مساء النور، أهلا وسهلا بك. أستاذ حسام، لو عايز أعرف من حضرتك لماذا انحاز حمدين لهذا الاختيار رغم الدافعين اللي كانوا بيتنازعوه بحسب ما أشار هو نفسه امبارح في كلمته؟ يعني أظن